لأن الآيات التي حذفت والأحاديث التي محيت ولا يراد لأولادنا أن يتعلموا ولا ينشأوا على تلك الآيات وهذه الأحاديث هنلاقيها؟ نعم، زي ما أنتوا كده بالضبط قلتم. الآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منعاً باتاً أي وضع دائرة حمراء أو مثلث أحمر. عارفين طبعاً أنتوا الدائرة الحمراء والمثلث الأحمر بيرمزوا لإيه؟ تخيلوا اللافت للنظر العقلية العجيبة العقيمة الغير سوية اللي يقولك ممنوع تحط السهم الأحمر والدائرة الحمراء. لهذه الدرجة يا أهل الأردن سمحتم أن يتحكم في مناهجكم مجموعة من السفهاء، مجموعة من الحمقى، مجموعة ممن يريدون التقرب إلى أعدائنا بهذه القرارات؟ ألهذه الدرجة وصل حالنا كمسلمين في بلد مسلم مجاور، بل هي جزء أرض الأردن جزء من أرض فلسطين، إن إحنا نبقى بنتقرب إلى عدونا بكل أساليب الانبطاح والمذلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل قديما جزى الله الشدائد خيرا وجزى الله أهل العزة وأهل الفخر وأهل الثبات في فلسطين الحبيبة جزاهم الله ألف خير، لأنهم بثباتهم كل يوم بيظهروا لنا بعض الوجوه المنافقة على حقيقتها، لأنهم بثباتهم يظهرون لنا حكومات وحكام خونة وعملاء. اليوم مع صورة مختلفة من صور الخيانة تتعلق بأخطر وأهم قضية تمس الأجيال القادمة، ألا وهي قضية التعليم ومناهج التعليم في بلادنا. فلا يخفى على حضراتكم أن مناهج التعليم تم التلاعب فيها في مصر وفي السعودية وفي الإمارات كما وضحنا وسنوضح فيما بعد. اليوم بنتكلم عن الأردن تحديدا، نعم المملكة الأردنية الهاشمية التي تعرفون تاريخها، وأنا لا أريد أن أتكلم في التاريخ هنا، أنا أريد أن أتكلم وأسلط الضوء عن مسألة خطيرة جدا مرت هكذا في زحام الأحداث مررها المسؤولون عن التعليم في الأردن، وهنا أتكلم عن الأردن تحديدا. مرروا قضية من أخطر القضايا ألا وهي التلاعب في مناهج التعليم، هذا أولا. ثانيا، قرارات في الحقيقة لا تخدم لا تاريخنا احنا يعني ولا جغرافيتنا، ولا تخدم بالتأكيد ديننا. قرارات عجيبة لا تخدم إلا العدو المتسلط على بلادنا وديارنا. تعالوا في الأول نشوف إيه التلاعب الذي حصل في مناهج التعليم في المملكة الأردنية التي ترفع راية الإسلام باعتبارها بلد مسلمة. نعتز طبعا كلنا بأهل الأردن وبتمسكهم بدينهم، فالحديث هنا لا علاقة له بالشعب الأردني الأبي القوي الغيور على دينه، وأعتقد أن الذي آلمني سيؤلمهم وأحزنني سيحزنهم، لأننا في النهاية جسد واحد، إذا تداعى له أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قبل شهور صدر هذا القرار في المملكة الأردنية الهاشمية، حذف 220 آية قرآنية و39 حديثا نبويا من مناهج الأردن. لما ندخل في التفاصيل هنلاقي إن الآيات التي حذفت والأحاديث التي محيت ولا يراد لأولادنا أن يتعلموا ولا ينشأوا على تلك الآيات وهذه الأحاديث هنلاقيها؟ نعم، زي ما أنتوا كده بالضبط قلتم. الآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الآيات اللي فيها رد المعتدي كقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حتى هذه الآيات لا يراد للأجيال القادمة أن تنشأ وأن تتربى عليها، فضلا بقى عن الآيات الأخرى
مثلا كقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وآيات أخرى زي قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين في سبيل الله أمواتا. تخيلوا الآيات دي، مش عايزين الأبناء يتربوا عليها، مش عايزين الأبناء يتعلموا تلك المعاني من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده غير بقى الأحاديث كمان، وطبعا أكيد السيرة النبوية، وخاصة جزء الغزوات كله، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا قرار يصدر من في دولة مسلمة بحذف هذه الآيات وتلك الأحاديث وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال بقى اللي احنا محتاجين نسمع إجابة، يا ترى استبدلوها بإيه؟ يتمنى هؤلاء الذين حذفوا هذه الآيات من المناهج لو وضعوا بدلا منها: إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. يعني بمنتهى الانحطاط والسلبية والانهزامية والمذلة والانكسار. لم يتوقف الأمر عند ذلك، شوفوا معايا بقى كمان هذا القرار العجيب الغريب جدا. جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع عمان السادس الأردن. المهم الموضوع تعليمات هامة جدا. تعالوا بقى نشوف ايه التعليمات المهمة جدا دي. اولا: يمنع منعا باتا عمل اي نشاط مقدسي يتحدث عن الامور او جمع التبرعات لهذه الغاية في المراكز. ثانيا: يمنع منعا باتا عمل هتافات زي ما انتم شايفينها كده للطالبات او الطلاب اثناء الدوام الرسمي. ممنوع الهتاف. لا، شوفوا اللي جايه دي كمان. ثالثا: يمنع منعا باتا تعليق اي يافطات تحمل اي عبارات تخص هذا الموضوع دائره حمراء او مثلث احمر. يمنع منعا باتا اي وضع دائره حمراء او مثلث احمر. عارفين طبعا انتوا الدائره الحمراء والمثلث الاحمر بيرمزوا لايه. تخيلوا. رابعا: يمنع منعا باتا عمل اي نشاط الا بعد اخذ موافقه بما لا يقل عن اسبوع. وكمان يمنع منعا باتا الارسال على المجموعات الخاصه بالمراكز في وسائل التواصل الاجتماعي. الله، كله يمنع منعا باتا. اللافت للنظر العقليه العجيبه العقيمة الغير سوية اللي يقول لك ممنوع تحط السهم الأحمر والدائرة الحمراء. لهذه الدرجة يا أهل الأردن سمحتم أن يتحكم في مناهجكم مجموعة من السفهاء، مجموعة من الحمقى، مجموعة ممن يريدون التقرب إلى أعدائنا بهذه القرارات؟ ألهذه الدرجة وصل حالنا كمسلمين في بلد مسلم مجاور، بل هي جزء أرض الأردن جزء من أرض فلسطين، إن احنا نبقى بنتقرب إلى عدونا بكل أساليب الانبطاح والمذلة؟ والله لا أجد تعليقا ولا تعقيبا على هذا إلا قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في أعدائنا. ليه؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. حكم ذلك شرعا: إن الذي فعل ذلك إن كان يظن أنه بفعلته هذه مسلم قد برئ منك الإسلام، لأن هذه الأفعال لا تخدم إلا الأعداء، فهي لون وشكل من أشكال الموالاة التي حرمها الله تبارك وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأخيرا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.